ذلك وعادت لفهد خلفان، تمريره من جانب فهد خلفان، بدا يتقدم المنتخب والعرضيه، يا سلام يا سلام يا فابيا سيزار على طريقه ايضا المنتخب العماني. تم الرد الان المباراه كما ذكرت ولعت المباراه بين الفريقين بنفس الشاكله بنفس الوزنه وبنفس اللقطه، ولكن عنابيه هذه المره. البدايه كانت حمراء والان عنابيه بالمسطره والقلم ايضا كما فعل العجمي. الان عبد الكريم حسن وفابيو سيزار بوزون في شباك الحبسي، صعبه تماما على الحبسي، اي نعم قادم من البريمير ليج ولكن هذه صعبه يا حبسي، ولا تقلل ابدا من الحبسي، ولكن لعبه ممتازه للمنتخب القطري. نعم الهدف أنب الضمير الهجومي للمنتخب القطري وبدأنا نرى مباراة من الجانبين الآن.